وبندقة سومالي بيزنس ان هيلث اكسبو بندقة جناحسيقة ايو عافيماتك السومالية او مالميه لسودا في كسعودي مقديشو ايه لسوق بقبيهي بندقة ايه وحاكا قيب قلية انك بدن لو بقول او شركة دودو او كهول قلا قده دالك قارهان مقالة عاسمدة سيدو كليه بندقة وحا قيبك اها دمان جناحسيقة ووين سيدا الكترونيقة اسبتالة بانقية هو قلبك عافيماتك كينا سوقية عسريقة اه iyo sidoo kale xarumo kale oo ganacsi. Munaasabadda xiritaanka bandhigga ganacsiga iyo caafimaadka Soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, xilibaana ka tirsan labada aqal, siyaasiyiin, ganacsato iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Somali Business and Health Expo, Ridwan Yusuf Haji, ayaa waxa uu ka hadlay munaasabadda gabagabada bandhiggan. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dhammaan shirkadaha سورة جليين برنامج كان وضحه، ويجوه ريان شركة حتى بجليه، جارهان بنجية ده، سيدا دهبشيل جروب، بريمير بنك، يكمني كاس، تابجليه شاب بنك جارك سوكو، وحن رأينا كل ما حد عليه، لمان شركة هي يا اسبيتالا دي يا ميديكال انستيوشنز كي كله. ee ka soo qayb galay barnaamijka ama bandhigga isla markaana ay dhacday inay meesha ku soo bandhigaan adeegyada ay bixiyaan sidoo kale waxa goobta ka hadlay Cabdiqadir Maxamed Xasan gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Banaadir General Cabdiraxmaan Tuur yare oo ku hadlay magaca saraakiisha ka qayb galay iyo xildhibaan Dr. Maxamed Yuusuf Xasan kuwaasi oo bogaa in iyo dardaaran u jeediyay بعد Somali Business and Health Expo oo wax lagu farxo soo bandhigay waxaad moodaa dalkii inuu soo kobcayo ganacsi horumar tartan marka waxaan u baryanayaa baahdan qabtay madashan sharafta leh oo isoo agaasintay waxaan leeyahay inay tahay bilow barako sanadka xigana 100 ka soo qayb gal doonaan fursada shaqo abuurna ay noqoto wasiirkeena la joogo maxamed waxaan leeyahay dhalinyarada bil walbo kun laba kun aqal jibso jaamacad walba meel shaqo lagu raadiyo male dawladdu ma koofar gareen karto marka waxaan leeyahay private sectorka inay ka faa'iideysan doonaan dadkaas ay shaqo abuur sameyn doonaan waana bogaadinaya waxa la isku dhaafay hal abuurka waa hal abuurka marka in caawa dadkan isku keentaan dad badan oo business ka shaqeeya oo أفكار بدن وعناصي وسكر دون لوجين هل كان لجوء هذا وح بدن وفائدة أنا كوح بدن عندك فائدة عاوز ماشان سير في السوق طلع كأني في جيران أنا لوجين فأنا ماشي كوه هذا وعايز معلمي اللي صار عفوا وعايز برتاي ضد بدن وعناصي في الدون هيا أنا دكان بار كل دكتور تقوم في النوع غلب دكتور هذا المال هانو كله ما واد جبت وقرطة قرطة وحيابا بندقان باكسبوغ وحيابا اياد او مهم كيهيني كمتهي مالكا افكاران صوب بيريا ايو البحنمدان اهلان ورنتي وقمهد علينا داد كتاب قليي بار رماان كرنتي بابوغادنين ان اهد اهد اغفر احسان نهد لانيادا يره انا رنتي ننفتر كيان لانيارا احيان واي هورا واحا حسوستا عدا كهورا انو سويدان واحكب بارنا رق بادن وري سويدان عفاليا عبد الله يوسف عنو يمد مدحوينا مركز ودن كأها مركز ويري مدحد البريان نقندو تي مرحد البريمان هنا مدحا ما انت عنهان مركز إذن كان إن شاء الله مروا البوحان إذن الجنية إني سياتف كان إيها العبور كان على إماتها إلا بارنما كان على إمان دون تانو ركبة النقل سوق يبقل دون إن شاء الله وحان بقادنا يا صومالي بسنس سنتر وزير كحجين كوزارة جرع السجاح حكومة فدرال كصوماليا حلبان عثمان محمد عبد دالو أي شيء إن وزارة جرع السجاح أي جرع استدا كل يرجلينه سو إن برنجان أو كله مقدش اللقب تو وحرمنا سنة كصوص على صومالي بيزنس and health إن كيانان ورشدو دل كصومالي اللي جه يرجليه وحصوص عري إن كصوب برنجان hadda halka halkaan dhamaantood wax la soo bandhigay ay yihiin kuwa dalka dibadiisa laga keenay marka waxaan rabnaa waxaan soo dhaweynaynaa cid kasto hal abuur warshadeed wadata cid kasto baalgelin warshadeed wadata wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay siinaysaa dhul oo aan maxay ahayd lacag la'aan ah si uu u maalgeliyo dalkiisa
وزيرك دلنيرة دا يعيارها حكومة دا فدرالك الصومالية حلبان محمد بره محمودة أيا دنكيس هذا القاتي سيدو كالي وحان ربا قبديا مقناندكي إنا المركلة ردوان إيو تيم كيس إيرا هذا آدة دوما سنتهين وحاد أورتين فرصات فيعا إنا دسبرتان بلشادة إيو إنا دسبرتان كان عستادة كان عستادة إنا هلاوريو ديري وسميسان وحاوكو دنبينتي آن إذكو بغادينا سنة صوصعت إن شاء الله إنا تصار بلنكين وحا أدوينيسا حوغان آد سارتان وحصو سارك دلك معاير وحصو سارك دلك آدة مهم وياي dalkeena khayraad badan u leeyahay ugu horeeyo agriculture ka ama beeraha sidoo kale ee xoolaha ee haday ahaan lehed khayraadka noocyadiisa kala duwan ee badena laga helay freshka waxa soo dhan in insha Allah gabagabada waxa shahaadooyin iyo bilad sharafyo lagu gudoonsiyay shakhsiyaadka kaalinta ku lahaa qabsoomida bandhigan Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho